السلام عليكم. كنبغي نوجه التحية ديالي لجميع الأصدقاء ديالي، وكنبغي ندي الأخص أحر التهاني إلى لافامي العثماني، وهي إيمان مدام ديالي. لهذا اللي تنبغي نبشرها تنقول لها هو نوفل دابا أول تهضر معاك من مدينة مكناس. حنا في مدينة مكناس دابا شادين طريق ان شاء الله غادي لطنجة، عندنا سهرة تمايا والحمد لله انا فرحان بهاد السهرة، لان من قبل كاع ما جاتني هاد السهرة هادي، فاش يلا كي جاتني انتي في اخبارك امو انتي بطبيعة الحال فرحت باش نخدم هاد السهرة، لان تفاهمت مع الناس عيطتي لي دويتي معايا قلت لي سير لهاد السهرة وغادي في الطريق وانت كتهضري معايا في التليفون، يعني واخا ماشي معايا في الطريق مونساني وانت دابا في بعيدة عليا في اوروبا، يعني غادي وكنتفكرك وداك الشيء في الطريق. دونك انا دابا انا في مكناس، واحد شوية ان شاء الله غادي نتما غادي نوصل فاس ونصور لك فاس، وغادا غادا تنوصل طنجة. هذا علاش باش ما تقولوش باش ما تقوليش ما مشيتش ياك، هذا عربون، هذا علامة الحب، هذا مثلا تصور لي كنلاحظوا اوركسترا مسناوة هما جاونا يتفضلوا للسهرة. اجي تفضل معنا اوركسترا مسناوة، كما كنلاحظوا اوركسترا مسناوة هما جايين اللي غادي يعزفوا، كنحطوا الماتيريال ديالهم. كنلاحظو مسناوة غادي هربانين، مسناوة تفضلوا معنا المكان عفاك المنصة باش ديرو تيموا مسناوة. مسناوة اجي وصافي راه تخلصوا. مسناوة شوف اصاحبي علاش مشاو، علاش حنا غادي نخلصوهم اصاحبي. شو راه مصطفى راه مصطفى راه سبق سي عمر السيد توك عاصا، يلا مشي بحالنا يلا اتصور فيه نصور فيك. انا بانا انا شو طنجة شو طنجة شو